السلام عليكم، نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. ميليشيا قسد تمنع 2500 من طلاب كلية الزراعة من تقديم امتحاناتهم بالحسكة. وسط إقبال متزايد استمرار عمليات التسوية في دير الزور والرقة وحلب وريف دمشق. ومواجهة متوقعة، تقارير غربية تضع سيناريوهات للحرب الروسية الأوكرانية. أقدمت ميليشيا قسد على منع طلاب كلية الزراعة الواقعة في حي الكلاسة في مدينة الحسكة من تقديم امتحاناتهم. وكانت الميليشيا صادرت مفاتيح أبواب ومداخل الكلية ومنعت الكوادر التدريسية والإدارية من دخولها أو الاقتراب منها قبل أن تقدم على منع الطلبة من الدخول لتقديم امتحاناتهم. وفي التطورات، أعلنت جامعة الفرات تأجيل الامتحانات في كلية الزراعة بالحسكة حتى موعد يحدد لاحقاً. منعت ميليشيا قسد طلاب كلية الزراعة في مدينة الحسكة من تقديم امتحاناتهم الجامعية بعد استيلائها على مبنى الكلية والأنباء عن نيتها تحويل المبنى إلى مقر عسكري. ولم تنجح كل المساعي الإدارية والطلابية في استعادة المبنى وعودة الطلاب إليه لتقديم امتحاناتهم الجامعية، ما يهدد بتوقف التعليم في كليات الحسكة الجامعية. كلية الزراعة منذ أسبوع تم الاستيلاء على المفاتيح وطرد جميع الموظفين من كلية الزراعة. راجعنا المقر المتواجدين بما يسمى ميليشيات قسد متغطرسين، طردونا من المقر وأبوا أن يعطوا المفاتيح. طبعا تواصلنا مع الجهات الرسمية والحكومية في المحافظة لعملية إيجاد حل لهذه المشكلة. إنما إلى تاريخ اليوم وبدء الوجبة الامتحانية الصباحية أيضا تجمهرنا نحن والطلبة أمام مبنى الكلية ولم نحصل على المفاتيح ومنعونا من دخول إلى الكلية ولم يجري امتحان الوجبة الصباحية. نحن نطلب من الطلاب أن يتضافروا ويتعاونوا معنا، يتجمهروا أمام الكلية، ينتفضوا على المحتل وكل حلفائه، لأن هذا العلم سيدمر بشكل كامل وبشكل مخطط ومنهج. منع دخول طلاب كلية الهندسة الزراعية إلى الكلية والتقدم للامتحانات من قبل قوات ميليشيات قسد، طبعا هم فارضين السيطرة المطلقة على الكلية وتحويلها إلى 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 منطقة عسكرية كما هو الحال باتجاه كلية الاقتصاد و الهندسة المدنية. الحلول المطروحة نحن ندرس مجموعة من الحلول، ولكن نخشى ما نخشى بأنه نضطر في المحصلة إلى الحل الأخير وهو نقل كليات الحسكة إلى مدينة دير الزور أو المحافظات المتبقية. ورغم عراقيل الميليشيا، تمكن طلاب بقية الكليات من تقديم امتحاناتهم بعد تأمين مقرات بديلة لكليتي الهندسة المدنية والاقتصاد المدمرة من طيران الاحتلال الأمريكي. تم استئناف العملية الامتحانية في كليات الحسكة بعد الهجمة التي تعرضت لها مدينة الحسكة من قبل المحتل الأمريكي ومرتزقته من الدواعش بعد انقطاع دم لمدة أكثر من أسبوعين. طبعا اليوم تم هناك إقبال كثيف من قبل الطلبة على المراكز الامتحانية، أعداد شبه كاملة. ويصر طلاب الحسكة على تحدي الظروف الاستثنائية التي تعيشها المدينة لمواصلة تحصيلهم العلمي وتقديم امتحاناتهم الجامعية. ظل هالظروف اللي صارت علينا في الأسبوع الماضي، يعني غالبية الطلاب جو بإصرار أنهم يقدمون العملية الامتحانية وأكمالها، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لكل المتقدمين. بسبب الظروف اللي صارت الفترة الماضية انقطعنا عن الامتحانات، لكن بل على الإصرار عند الطلاب أنه راح يخلون يقدموا هالامتحانات. بعد ما صار الانقطاع من الامتحانات رجعنا للأوضاع، الحمد لله أسئلة كتير سهلين، ويعني دارسنا أكيد راح يحلن. يهدد استيلاء ميليشيا قسد على مبنى كلية الزراعة مصير آلاف الطلاب في كليات محافظة الحسكة المهددين بنقل دوامهم إلى دير الزور بسبب استحالة توفير مقرات تستوعب الأعداد الكبيرة من الطلاب في حال استمر خروج مباني عدد من الكليات والمعاهد عن السيطرة. أيهم مرعي لقناة سما، مدينة الحسكة.
تستمر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة بتقديم المساعدات الإغاثية للأسر النازحة من الأحياء الجنوبية الموجودة في مركز الإقامة المؤقت والبالغ عددها 30 أسرة. ومع عودة أغلبية الأسر النازحة من الأحياء الجنوبية إلى منازلها، بقيت 30 عائلة من أهالي حي غويران في المركز المؤقت نتيجة تدمير منازلها بشكل كامل أو جزئي من قبل طيران الاحتلال الأمريكي، إضافة لاستمرار ميليشيا قسد بمنع الأهالي القاطنين بالقرب من منطقة المقبرة من العودة إلى منازلهم حتى الآن. أعلن أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي رضوان مصطفى أن هناك دراسة حاليا للتوجه نحو مناطق بريف دمشق من أجل تنفيذ التسوية فيها بعدما انتهت في الكسوة والقرى المحيطة. وفي تصريح لصحيفة الوطن المحلية ذكر مصطفى أن التسوية انتهت في منطقة الكسوة مع الاستمرار بتقييم الوضع، وإذا وجدنا ضرورة لإجراء التسويات مرة أخرى هناك يمكن القيام بذلك كما حصل في درعا. وقال أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث أن التسوية شملت كل القرى المحيطة بمركز ناحية الكسوة، وكان هناك إقبال كثيف مقدرا أعداد من انضموا إليها بأكثر من 2500 مواطن، بعدما أكد أن التسوية ستشمل كل مناطق ريف دمشق. وأوضح أن هناك دراسة حاليا للتوجه نحو مناطق أخرى مثل التل والغوطة الشرقية ودوما. إلى ذلك تواصلت عملية التسوية الخاصة بأبناء محافظة دير الزور في مركز صالة العامل في المدينة، حيث أفاد مراسل سما أن عددا من المطلوبين توافدوا إلى المركز لتسوية أوضاعهم مستفيدين من العفو الذي شملهم. التسوية اللي عم احنا نلمسها عم تخلق الانسجام والمحبة والتصافح والتسامح في هذا الوطن. انا عبرت من الجزيرة لهون مشان موضوع تسوية، والامور الحمد لله تمام، يعني يجينا والامور ما حتعرض لنا ولا بأي شيء. يعني عندي تخلف جيش منحة من السيد الرئيس الله يجزاه خير ان شاء الله، وانصح جميع اخواني يجون يسوون تسوية. اجراءات بسيطة وسهلة مثل ما يقولون، ما في كل لا عذاب ولا امور ولا شيء. انصح كل انسان يجي مثل ما يقولون يعمل تسوية، هو المكرمة هاي لكل العالم لكل السوريين لكل الشباب. عندي تخلف وجاي أسوي وضعي، إجراءات بسيطة وسهلة، وأنصح الشباب كلهم يجون يعملون تسوية. هذا وتواصلت عملية التسوية الخاصة بأبناء محافظة الرقة في مركز السبخة بريف المحافظة الشرقي. وأفاد مراسل سما أنه تم تسوية أوضاع 3117 شخصا في المركز الشرقي بعد 24 يوما من انطلاق عملية التسوية. جيت اسوي تسويه وهنا الشباب معاملتهم كويسه ومن احلى ما يكون، وانصح كل واحد بالجزيره يجي يسوي تسويه، ومعامله الشباب حيل كويسه. جيت اسوي تسويه والمعامله الشباب والله حيل كويسه، وعاملونا يعني معامله اخوه. انصح غيري كل واحد متقرب او برات البلد او شيء انصحه انه يجي يسوي تسويه، لانها فرصه انه جاي يسوي تسويه، وانصح الجميع انه يجي يسوي تسويه والمعامله كويسه. اليوم احنا جايين لمركز الصبقه نسوي تسويه، والحمد لله الشباب مشونا بسرعه والحمد لله الامور طيبه، وانصح الجميع يعني يجي يسوي تسويه. اليوم جاي انا اسوي تسويه، وانصح المتخلفين عن الجيش تجي يسوي تسوية. وفي بلدة مسكنة بريف حلب الشرقي واصلت لجنة التسوية عملها وسط إقبال العشرات من أبناء المحافظة وعدد من أبناء ريف الرقة القريب من الحدود الإدارية، وسط ارتياح شعبي كبير للتسوية ومنعكساتها على الحياة العامة. حالة وطنية تكللت يوم بعد يوم، تزداد الثقة بفعالية هذه التسويات من خلال المصداقية اللي عم نشوفوها بالتعامل، سواء القانونية أو من قبل الجهات المختصة أو من قبل الأمور الإدارية والتسهيلات التي عم يتلقونها. أهلنا في مدينة منبج وكل سوريا أن يرجعوا إلى حضن الوطن ويأتوا إلى هذا في كل، والتسهيلات موجودة بكل على كل الصعد. نناشد من هذا المنبر الآن وبعد كل إنسان لم يحضر عليه أن يحضر فورا، وبالفعل
أبناء قبيلة خفاجة تواجدوا بكثرة والآن هم قادمون وسيخدمون. إحنا اليوم بمركز تسوية في ناحية مسكنة، ونحن أبناء العشائر عم نتواصل يوميا مع أهلنا في المنطقة الشرقية أنهم يرجعوا إلى حضن الوطن، وندعو جميع الموجودين في المنطقة يرجعون إلى أراضيهم وإلى بيوتهم ويزرعونها ولا يخافون. الحمد لله الوضع كويس، مكرمة من سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد، ورجعنا إلى حضن الوطن والحمد لله التسهيلات جيدة. تسوية تفيدنا لكلنا لأولادين الشعب، والله يخلينا سيادة الرئيس يا رب على هالمكرمة. خلص التسوية والحمد لله تم، والله الله يخلينا السيد الرئيس على الإعفاء هذا. ألقت القوات العراقية القبض على 4 إرهابيين في محافظة نينوى شمال البلاد. إلى ذلك أعلنت هيئة الحشد الشعبي انطلاق عملية تفتيش واسعة عن فلول داعش شرق محافظة صلاح الدين. وجاء في بيان الهيئة أن قوة مشتركة من الجيش والحشد بدأت بعملية تفتيش في حاوي العظيم بحثا عن فلول التنظيم الإرهابي وتدمير مخابئه. أصدر الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني بيانا طالبوا فيه بإعادة لجنة الطوارئ في السجون كافة ومن كل الفصائل. وجاء في البيان أنه سيكون هناك خطوات تصاعدية وعدم الخروج للساحات في السجون كافة. من جهتها أعلنت الحركة الأسيرة أن إدارة سجون الاحتلال تتراجع عن تفاهمات ما بعد عملية نفق الحرية وتفرض عقوبات جديدة على الأسرى. كذلك أعلنت الحركة بكل أطيافها النفير العام. علقت قمة الاتحاد الإفريقي قرار منح صفة مراقب لإسرائيل، وشكلت لجنة من 7 رؤساء دول من بينهم الجزائر. القرار اعتمد بالإجماع من قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. هذا فيما كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية دعا الاتحاد الإفريقي إلى سحب صفة المراقب التي منحها رئيس مفوضية المنظمة لإسرائيل، وذلك بعدما التقى وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة واعتبرها مكافأة على الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين. فيما أعلنت روسيا أن تفكير الدول الغربية حول عدد الأيام التي يمكن أن تهزم فيها كييف هو الجنون والذعر. أفادت وسائل إعلام بريطانية أن المملكة المتحدة أرسلت مجموعة من عناصر القوات الخاصة إلى أوكرانيا. بالمقابل استبعدت وزيرة الدفاع الألمانية احتمال توريد ألمانيا لأسلحة إلى كييف، موضحة أن الحوار حول تسوية الأزمة الأوكرانية لا يزال مستمرا. الاتصالات الدبلوماسية على أعلى المستويات في محاولة لمنع انزلاق التوترات الراهنة إلى مواجهة عسكرية بين روسيا والغرب في الجبهة الأوكرانية، لكن لغة الدبلوماسية لا إجماع حولها حتى الآن. خبراء يرون أن الأمريكيون وبعد عدم جدوى الدبلوماسية سلاح التوتر المفتعل لواشنطن بدأ الحديث عن أرقام في حال شنة الحرب. يومان فقط وسيسقط 10,000 القتلى وستثخن بولندا الحدودية لأوكرانيا 5 ملايين مهاجر، وهذا ما سيزيد أزمة المهاجرين عبئا على عبء. المعلومات التقديرية تشير أيضا إلى كلفة بشرية كبيرة في ظل احتمال نشوب الحرب. سيقتل ما بين 25 إلى 50 ألف مدني، وما بين 5,000 و25,000 جندي أوكراني، وما بين 3,000 إلى 10,000 جندي روسي. كلها سيناريوهات تخرج من البيت الأبيض، لا تختلف كثيرا عن التهويل الإعلامي الممنهج حول بروباغندا الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا. الغرب لم يستجب لضمانات موسكو الأمنية، وخصوصا أن أوكرانيا تشكل بوابة الأمن القومي للبلاد، لذا بدأ العد العكسي. استنفرت روسيا منظومات S-400 استقرت في بيلاروس، والقاذفات الاستراتيجية الروسية لا تهدأ في المجال الجوي لبيلاروس. أما تعداد القوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية
أصبح ما يقرب 130 ألف جندي روسي. الخاصرة أوكرانيا تشكل لروسيا مستقبلا لمصير الأمة، وعلى ذلك بات لموسكو 70% من القوات اللازمة لتنفيذ عملية كهذه، هكذا يقول خبراء. في خضم التصعيد الراهن أيضا بدأت أوكرانيا تتجهز، والحديث يدور اليوم عن استعادة كييف بما تسميهم قوات الدفاع الإقليمي، وهم كما يقول محللون عسكريون مئات من المدربين الأجانب من دول الناتو يعملون بالتناوب على أراضي أوكرانيا، بالإضافة إلى مرتزقة أرسلوا إلى أوكرانيا تحت ستار التدريب من أجل تنفيذ عملية خاصة من ضمنها التجسس والاستطلاع والتخريب، والأهم الترويج لوقوع الحرب وبث البروباغندا ضمن فرق دعاية مخصصة لذلك لاستثارة واستنهاض الشعب الأوكراني. حتى في دونباس فرئيس جمهورية لوغانسك كشف معلومات منذ مدة تفيد بأنه ظهر في المناطق الخاضعة لسلطات كييف في دونباس عدد كبير جدا من المسلحين الذين يتحدثون لغات أجنبية ويعملون لصالح بلاك ووتر الشركة العسكرية الأمريكية. في ظل التحشيدات المؤللة التي استخدمتها واشنطن إلى كييف هنالك ترجيحات من قبل الإدارة الأمريكية أن يتحرك 8500 جندي من القوات الأمريكية التي وضعها البنتاغون على أهبة الاستعداد في حال بدأت الحرب. روسيا نفت مرارا الادعاءات عن تحضيرها لغزو أوكرانيا متهمة الغرب بتشجيع كييف على تقويض اتفاقيات مينسك الهادفة إلى تسوية النزاع في منطقة دونباس، والبند الأهم في المطالب التي لا تقبل موسكو في المساومة عليه هو تخلي الغرب عن خطط لمنح أوكرانيا عضوية في الناتو، وهو ما تعتبره روسيا سيخلق ثغرة يستفز بها الغرب موسكو. والأخطر بأن الأمريكيين والغرب لهم تجارب سابقة في تقسيم الدول، وهنا يقصد الروس تقسيم أوكرانيا إلى منطقتين شمالية وجنوبية في حال فشلوا في ترويض روسيا، وربما هو السيناريو الأسوأ التي تخشاه موسكو كما يقول مراقبون. إلى أخبار الاقتصاد مع تيماء. مساء الخير تيماء، تفضل. مساء الخير مشاهدينا، مجموعة من الأخبار الاقتصادية والبداية مع العناوين. أكثر من 100 مليار دولار إجمالي الخسائر في قطاع النفط منذ بداية الحرب على سوريا. بتوجيه من الرئيس الأسد تعويض المزارعين المتضررين من التنين البحري في اللاذقية الشهر الماضي. أهلا بكم. كشفت وزارة النفط والثروة المعدنية أن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط بلغ حوالي 100 مليار دولار منذ بداية الحرب على سوريا حتى الآن. وخلال اجتماع تتبع لخطة وزارة النفط والثروة المعدنية تضمن مراجعة ما تم إنجازه في خطة العام المنصرم للمؤسسات والشركات التابعة لها، بيّنت الوزارة أن إنتاج النفط خلال العام الماضي بلغ حوالي 31 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي حوالي 86 ألف برميل، يصل منها 16 ألف برميل يوميا إلى المصافي، فيما تم سرقة ما يصل إلى 70 ألف برميل بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقته من الحقول المحتلة في المنطقة الشرقية. ضرب التنين البحري مجددا 37 بيتا بلاستيكيا في منطقة العسالية بالإضافة إلى قرية السيانو في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية، وتقدم أصحاب البيوت البلاستيكية المتضررة بطلبات تعويض عن الأضرار في مديرية الزراعة التابعة لتعويضهم. هذا وتم بتوجيه من الرئيس الأسد إقرار تعويضا للمزارعين المتضررين في محافظة اللاذقية نتيجة التنين البحري الذي ضرب البيوت البلاستيكية المحمية مطلع الشهر الماضي. وحسب صحفين محلية فإن لجنة بتوجيه من الرئيس الأسد قامت بمعاينة الأضرار التي وثقتها وعوضت معظم المزارعين بريف جبلة، وستستمر بتعويض باقي المزارعين بمحافظة اللاذقية والذين يتجاوز عددهم 185 مزارعا متضررا، وذلك وفقا لإحصائية مديرية الزراعة في اللاذقية. إلى ذلك أدى التنين البحري الذي ضرب منطقة حريصون في بانياس ومزرعة الأمل في سهل ميعار شاكر بريف طرطوس إلى أضرار كبيرة بالزراعات المحمية.
35 بيتا بلاستيكيا مدمرا حصيلة العاصفة التي ضربت ريف طرطوس. نسب الأضرار تفاوتت بين 50 إلى 100%، الأمر الذي كلف المزارعين خسائر فادحة قدرت بعشرات الملايين. أضرار كبيرة وأسعار أفي، يعني هذا البرتقال عم نلقطه يعني إذا بدنا نبيعه 100 ليرة. نحن عايشين من وراء البيوت البلاستيكية هذه نتيجة الزراعة، يعني عايشين من وراها ولا بقى في قدرة أنه نشتغل ونقدم ونصلح، بقى في ضرر كبير لحدود 20-30 مليون. ضرر كبير كتير وبالنايل وبالحديد وعداك المحصول، يعني في أزا كتير نطلب من الحكومة من المسؤولين تعويض علينا. تقريبا الموسم والنايل تقريبا بشكل كامل، والحمضيات تضررت عنا، ونتمنى من الدولة الكريمة تعوض علينا وتحس للفلاح. نتمنى من الحكومة ترقب فينا، يعني حالتنا مأسوية، يعني بدي أعيش أولادي كمان، أنا متأمل برزق أعيش أولادي منه. هلا أنا بدي أجيب منه، بدي أجيب بس تصلح رزقي لحتى أرجع بدي أعيش أولادي. الجهات المعنية أجرت حصرا أوليا للأضرار وطالبتهم بالتوجه إلى الوحدات الإرشادية لتقديم الكشوفات اللازمة للحصول على التعويضات. كارثة زراعية أحلت بمنطقتنا، تنين هوائي شديد ضرب في أكثر من منطقة أدى إلى خسائر كبيرة جدا وخاصة في البيوت المحمية. مباشرة لجان الصندوق والوحدات الإرشادية قامت بإجراء حصر أولي للأضرار ليصار أعداد قوائم اسمية بهذا الموضوع. من طالب الأخوة المزارعين مباشرة التوجه غدا إلى الوحدات الإرشادية وتقديم كشف ضرر ليصار إلى أعداد قوائم بالأخوة المزارعين المتضررين. عشرات البيوت تقدر الخسائر بعشرات الملايين، أما الآن الوحدة الإرشادية بحصر أول لهذه البيوت. يذكر أن المحافظة شهدت كوارث مماثلة في الفترة الماضية ألحقت الضرر بمئات البيوت البلاستيكية، الأمر الذي كبد المزارعين خسائر كبيرة نظرا لارتفاع تكاليف الزراعات المحمية. تصدرت محافظة حمص قائمة المحافظات التي شهدت نموا متزايدا في إقامة مشاريع الطاقات المتجددة للأغراض الزراعية منذ بداية العام الماضي حتى تاريخه ب 67 مشروعا وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 1,880,000,000 ليرة سورية. واعتلت حمص محافظة حماة ب 44 مشروعا بقيمة تجاوزت 1,640,000,000 ليرة. وأوضح المدير العام للمصرف الزراعي إبراهيم زيدان أن المصرف منح العام الماضي وحتى تاريخه قروضا بلغت قيمتها أكثر من 6 مليارات ليرة بغرض شراء وتركيب تجهيزات الطاقة المتجددة في محافظات عدة، مبينا أن أغلب المشاريع مخصصة لتوليد الكهرباء للآبار، يليها منشآت التصنيع الزراعي والمداجن والمباقر. عالميا، ذكرت وكالة بلومبرغ في تقرير لها أن روسيا تمكنت من بناء حصن مالي على مدى السنوات الماضية من شأنه أن يسمح لها بالصمود أمام العقوبات الغربية الجديدة دون خسارة كبيرة. وذكرت الوكالة أن الخطوات ضد روسيا التي تناقشها إدارة بايدن مع حلفائها قد تؤثر على الروبل أو مناخ الاستثمار في روسيا أو التضخم، لكنها غير قادرة على إحداث انخفاض في المؤشرات كما حدث في 2014. وأشادت بلومبرغ بمؤشرات الاقتصاد الكلي في روسيا، وأفادت بأن الكرملين تمكن من زيادة احتياطيات البلاد الأجنبية وخفض الدين العام إلى أحد أدنى المستويات بين الاقتصادات الكبرى في العالم. كذلك تم تحقيق فائض في الميزانية. في سياق آخر، قالت وزارة التجارة الصينية إن تمديد الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على منتجات الطاقة الشمسية يشوه التجارة الدولية ويعرقل تطوير طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات. هذا وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد الرسوم الجمركية التي فرضت خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب على واردات معدات الطاقة الشمسية لمدة 4 أعوام، لكنه خفف الشروط لاستثناء الألواح ثنائية الوجه التي تولد الطاقة على كلا الجانبين وهي المهيمنة بين المشاريع الأمريكية الكبيرة. ويأتي ذلك بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الطاقة الشمسية، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار المواد الخام وتفاقم أزمة سلاسل التوريد العالمية، حيث يمكن أن يؤخر أو حتى يلغي أكثر من نصف مشاريع الطاقة الشمسية المتوقعة لعام 2022. We'll be right back.
أخبارنا الاقتصادية انتهت، شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى السياسة مع ليزار. شكرا شكرا. فواز القطيفان طفل سوري يعيش مأساة وحشية تأتي بالتزامن مع صدمة العالم العربي بوفاة الطفل المغربي ريان. هذا واختطف مجهولون فواز القطيفان من قرية إبطاع بريف درعا، ونشر خاطفوه مقاطع فيديو لتعذيبه مطالبين بفدية قدرها 500 مليون ليرة. عندما تمتد يد الغدر إلى الطفولة تقف الكلمات في الحلق، لا يجد المرء ما يعبر به، حتى أن السنوات الثمانية لابن محافظة درعا تئن ألما وقد ارتفع صوته خائفا مرتجفا في وجه جلاديه: من أجل الله لا تضربوني. بقلب يتلوع لفراق طفل لم يتم عامه الثامن، يروي المهندس مصعب القطيفان رواية خطف ابن أخيه الطفل فواز على يد عصابة إجرامية اختطفته أثناء توجهه لمدرسته في بلدة إبطاع بريف درعا الأوسط. إن شاء الله يرجع ابن إبطاع وابن سوريا وابن هالوطن. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله احنا طبعا بالنسبة للفدية المطلوبة بعنا أرضنا بأرخص الأثمان، أرض أجدادي وأرض أهبائي، مشان ننقذ هالطفل المظلوم. لم يكتفي أفراد العصابة بالخطف، بل قاموا بتعذيبه بالجلد بطريقة وحشية يندى لها جبين الإنسانية، وذلك بهدف الضغط على أهله لإرسال مبلغ الفدية الذي طالبت به العصابة مقابل إطلاق سراحه. رسالتنا الإنسانية: لا تعذبوا هالطفل، احضنوه، ابنكم هذا ابن سوريا، أكيد أنتم سوريين، أكيد أنتم سوريين وبعدنكم واحد، ليش القسوة؟ شو الإشي اللي غير اتجاهكم؟ شو الإشي اللي غير اتجاهكم؟ اهتمام كبير قدمته الجهات المعنية والأمنية في محافظة درعا في سبيل عودة الطفل المخطوف لذويه وتقديم كل الدعم لأهل الطفل. قمنا بكافة الإجراءات المطلوبة التحقيقية والبحثية والتقنية، لدينا خطوط إن شاء الله ستوصلنا إلى نتائج إيجابية. تظل الطفولة كالثوب الأبيض، أي محاولة للمس بها تترك أثرا لا يمكن أن يزول بسهولة. فواز القطيفان طفل سوري آخر، قبله كثيرون تعرضوا لما تعرض له، ونتمنى أن يكون آخر طفل في القائمة. كراس أحمد لقناة سما الفضائية، محافظة درعا. تظاهر مئات في شوارع مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية يوم السبت مطالبين بالعدالة في حادث قتل الشرطة بالرصاص شابا أسود اسمه أمير لوك خلال مداهمة شقته الأسبوع الماضي، الأمر الذي يعيد إلى الذاكرة حادثة مقتل جورج فلويد خنقا تحت رجل شرطي أمريكي أبيض في ذات المدينة. رصاصة قاتلة من فوهة مسدس يحمله شرطي أبيض اللون، ومن الخصم المواجه؟ مواطن لا تهمة موجهة ضده في سجلات جهاز الشرطة سوى أنه أسود البشرة. هذه هي العنصرية الأمريكية التي تبدو أعمق بكثير مما يتم طرحه، وتتجاوز السلوك الفردي أو المعزول، وقد تكون بالفعل الثقافة السائدة داخل جهاز الشرطة الأمريكي وربما خارجه. ما كادت الجراح التي تسبب بها مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد عام 2020 على يد شرطي أبيض تلتئم حتى وقعت حادثة قتل مماثلة تم تصويرها على الهواء مباشرة، ما أثار موجة غضب واحتجاجات كبيرة. يتكرر المشهد اليوم في ذات المدينة التي قتل فيها فلويد، وبصفاقة الولايات المتحدة المعهودة توثق السلطات الأمريكية حادثة القتل وتنشرها. رجال الشرطة يفتحون باب المسكن بمفتاح، يدخلون ويعلنون عن وجودهم قبل التحرك نحو غرفة المعيشة، حيث يرقد رجل على أريكة تحت ملاءات، وعندما ينهض الرجل حاملا سلاحا في يده بهدف الدفاع عن النفس يفتح شرطي أبيض النار ويرديه قتيلا. حالة القتل الجديدة هذه والتي تحدث للسود سنويا فجرت احتجاجات شعبية واسعة،
المئات في الشوارع وسط مدينة مينيابوليس الأمريكية تظاهر مطالبين بالعدالة في حادث قتل الشاب أمير لوك البالغ من العمر 22 عاما، وتجمع الحشد الصاخب مرددا اسم لوك وشعار لا عدالة لا سلام عند مقر الحكومة في أكبر مدينة في ولاية مينيسوتا بعد 3 أيام من تنفيذ عملية القتل. وليد الضحية في حالة من الذهول والغضب، وقد ندد خلال مؤتمر صحفي بعملية الإعدام بحق ابنهما، متهمين عناصر الشرطة بعدم ترك أي فرصة له. لا يجب أن ترى أم أبدا ابنها يعدم بهذه الطريقة، سأتعهد بالكفاح من أجل تحقيق العدالة. ليس لدى ابني سجل جنائي وكان يمتلك رخصة لحمل السلاح، لقد كان نائما نوما عميقا وفعل ما كان سيفعله في ظروف نفسها أي مواطن ملتزم بالقانون، أكان رجلا أبيض أم أسود؟ كان يمكن للشرطة أن تتعامل بشكل مختلف من خلال إعطاء الأمر له بإلقاء سلاحه قبل إطلاق النار، ولكنهم لم يعطوه أي فرصة. قد يكون هذا السلوك متأصلا في الجينات الأمريكية، عنصرية ممنهجة ضد السود الذين يعانون ومناطقهم أعلى معدلات الفقر والبطالة، وقد تتفشى الكثير من الحوادث المشابهة إذا ما انتهى الأمر بثورة مسلحة. تذكيرا بالعناوين: ميليشيا قسد تمنع 2500 من طلاب كلية الزراعة من تقديم امتحاناتهم بالحسكة. وسط أقبال المتزايد استمرار عمليات التسوية في دير الزور والرقة وحلب وريف دمشق. ومواجهة متوقعة، تقارير غربية تضع سيناريوهات للحرب الروسية الأوكرانية. إلى اللقاء.